الحلقة النهاردة هتكون عن الصابون. من فترة طويلة ظهرت الإعلانات اللي بتروج عن أنواع معينة من الصابون اللي بيقضي على 99% من البكتيريا والجراثيم، وده معناه حماية أكتر ونسبة تعرض للأمراض أقل. لكن في سنة 2016 منظمة الغذاء والأدوية الأمريكية أصدرت تقرير بتقول فيه إن المنتجات اللي بتسوق على أساس إن الصابون ده بيقضي على 99% من البكتيريا والجراثيم غير صادق بالمرة. نفس التقرير ده قدم برضو قال انه الصابون العادي والماء الجاري افضل بكتير من الصابون اللي بيقضي على 99% من الجراثيم والبكتيريا، لانه الى الان ما فيش اي دليل بيدل على ان الصابون ده امن. الخلاصة من الحدوتة دي ان اللي يقولك ان الصابون ده بيقضي على 99% من الجراثيم والبكتيريا ده كذب، وما فيش اي دليل بيدل على صحة الكلام ده، بل بالعكس ممكن يكون ضار على صحتك.